ريني فايلر في المؤتمر الصحفي قال جملة مهمة جدا نقف عندها عشان نستكشف شخصية هذا الرجل. C'est toujours important hein, pour notre pays hein, qu'on a des clubs qui sont très avec beaucoup de, qui jouent avec beaucoup de succès et pour notre pays ça c'est une grande chance hein, si on a deux équipes maintenant contre les dernières quatre équipes et oui bien sûr on a besoin aussi des compétitions et ça on a mais il faut faire notre boulot d'abord tout et d'abord tout je suis content pour nous-mêmes qu'on a gagné ce match là. هو السؤال بيسأله بيقول لي الزمالك كسب امبارح والنهارده الاهلي كسب ودلوقتي الفرقتين في الدور قبل النهائي، يا ترى ده بيبين فيه هيمنه مصريه للفرق المصريه القادمه على الساحه الافريقيه اكتر من الاول؟ فبيقول حاجه زي كده، وبيقول حتى بيقول بلدي، بيستخدم كلمه بلدي، ان الفرقتين من بلدي يوصلوا الدور قبل النهائي حاجه كويسه جدا، وده شيء طبعا يشرف كره القدم المصريه. بس احنا قبل اي حاجه احنا عملنا شغلنا ونرجع يعني كنا منافسين جيدين وعملنا شغلنا وحققنا الفوز عشان نوصل للدور ده، بس حاجه زي كده جنرال بتعكس ان الكره المصريه فيها تقدم وحاجه زي كده بتساعده. يا جماعه هو صعب يا استاذ ابراهيم نبقى كده؟ صعب ان المناخ الكره كده؟ الراجل بيقول بلدي وصل منها فرقتين، بلدي وصل منها فرقتين مصريين، دي حاجه كويسه جدا للكره المصريه وتشرف الكره المصريه. ما قالش بقى اي كلام تاني بيتحدى بيه الفريق المنافس ولا حاجه من دي. صعبه دي في ايه؟ لو عملناها كلنا متخيلين السعاده اللي هيبقى فيها الشعب المصري. طيب ريني فايلر قال لك فرقتين من بلدي وده شيء يسعده جدا، وبلده اللي هو بيعمل فيها دلوقتي، هل ده اختلف على ان احنا قلناه الاسبوع الحلقه الماضيه على فكره واحنا بنقفل كل التمنيات للزمالك، كل التمنيات لبيراميدز والمصري مع الاهلي في البطوله، يطلع حد يقول ان احنا جبنا صحفي تونسي او لاعب سابق من الترجي على التليفون هاجم الزمالك او انتقد اداء الزمالك او قال الزمالك بيكسب التحكيم؟ كتير عايزين يعملوا كده. لا، لما ينسب ده البرنامج، هو احنا طلعنا في السر؟ هو ملك وكتابه ده برنامج خفي؟ يا اخي البينه على من ادعى. هات لي إذا كان ملك وكتاب ارتكب خطيئة زي اللي أنت بتقولها، لا يمكن ده يحصل، لا يمكن إن احنا نسمح إن احنا نجيب منافس لنادي الزمالك تونسي عشان يطلع يشكك في الزمالك أو فوزه، لا يمكن يحدث. فأنتوا بتجيبوا الكلام ده منين بجد؟ ويطلع ينسب ده إنه ملك وكتابة اللي عمل كده، المهندس عادل القيعي قال، أنتوا يعني الكلام ده إيه؟ طب فين الراجل التونسي ده؟ جه في المنام يعني ولا جه فين؟ ده احنا بنسعد جدا انه كل الفرق المصريه بتتقدم لاطول خطوه ممكنه في البطولات الافريقيه. هو احنا مؤمنين بايه يا استاذ ابراهيم؟ وسعداء انه حتى نهدي الجو واحد راجل اجنبي مدرب سويسري احساسه بالاهلي وانتمائه لعمله يخليه بيقدر جدا، قال لك اتنين من بلدي وصلوا للسيمي فاينل. دي من دواعي السعاده ومن دواعي ايضا الارتياح للكره المصريه ان انت على الطريق الصحيح. فأرجوكوا قليل من العقل شوية. مصداقية؟ لا، عقل إيه؟ المصداقية يا أستاذ ابراهيم ما تيجي تتهم الناس بما لم يحدث، عشان وإحنا يبقى بالعكس. يعني إحنا ماشيين في طيار مش ورا، مش هنستدرج لأي حاجة. لا مش هنستدرج، لأن إحنا بقى إيه حاسين برسالتنا قوي. طبعا اللي عايز يشاركنا فيها هنسعد، اللي عايز يمشي هو في طيار الكراهية اللي هو انتهجه وفاكر إنه وصل من خلاله إلى مكانة معينة، خليك شوف مزيد من الدم ومزيد من الاحتقان واسعد بهذا. لكن احنا هنظل بنقول ان الرياضة جعلت لانها تكون مصدر سعادة، مصدر تقارب ومصدر بهجة. البيت الواحد بيبقى فيه الاهلاوي والزملكاوي والاسماعيلاوي والترسناوي، يبقى كله لازم يروح بيته مش شايل هم.